هاي هاي، السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين تواجهوا الحياه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي لو انت عندك وجهه نظر معينه وعايز توصلها لاهلك تقدر تعمل ده فعلا، او تقدري تقنعي اهلك بالحاجه اللي انت عايزاها وهما فعلا يقتنعوا بده. هقول لكم على الخطوات اللي تعملوها بالظبط عشان توصلوا لده، بس الفيديو الحقيقه مش هيقتصر على بس الخطوات اللي تقدر تقنع بيها اهلك، لا كمان يعني لو تقدر تجيب اهلك يتفرجوا على الفيديو ده هاتهم، علشان ان شاء الله الفيديو ده هنحاول نقرب فيها وجهات النظر اكتر بين الاهل والابناء. هنناقش اصلا الموضوع الاول، وبعد كده هقول لكم في اخر الفيديو على الستبس المعينه اللي احنا ان شاء الله هنعملها في البداية. بس انا ولا اي حاجة عشان انا انصحكم اصلا، لكن انا بس بعرض وجهات نظري وبعرض حاجات انا فعلا جربتها علشان اقدر ان انا اقنع اهلي بالحاجات اللي انا فعلا حباها وعاوزاها. وهقول لكم برضو فكر الاباء بيكون عامل ازاي، وهقول للاباء فكر الابناء بيكون عامل ازاي عشان نقدر نوصل بعض اكتر. ولو انت مستني مني هنا في الفيديو حاجات دينية، زي مثلا انا اقول لك ان انت لازم تكون بار باهلك وان بالوالدين احسانا، وان الاباء برضو ما ينفعش يضربوا ابنائهم وكل ده، فانا كنت اتمنى اتكلم في الموضوع ده من وجهة نظر الدين، لكن انا كونتنت بتاعي مش ديني، فانا جاية هنا عشان بس اقرب وجهات النظر. يعني انا مش هقول للابن لو انت مستني مني مثلا ان انا هقول لك اعصي اهلك، فانا مش هعمل ده. ولو الاب مستني مني ان انا اقول له اجبر ابنك على حاجة او سيب ابنك، برضو انا مش هعمل ده. انا بس هقرب وجهات النظر، وهقول لكم في الاخر على شويه ستيبس تعملوه. هو ده الكونتنت بتاع الفيديو عشان تعرفوا بس انتوا هتتفرجوا في عليه. البدايه بس لو انتوا ما تعرفنيش انا مين، انا نهال السمولي، بعمل فيديو شرح حاجات مختلفه في البروجرامنج زي الديزاين باترنز والداتا ستراكشر وحاجات تانية كتير ممكن تاخد لفه كده في البلاي ليست، وكمان بنعمل تجارب حياتيه مختلفه وبنشاركها سوا وبنشارك وجهات النظر المختلفه زي الفيديو ده كده سوا. وبس لو شايف ان الكونتنت ده يكون مفيد ليك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، علشان الموضوع ده بيشجعني جدا وبيخلي الفيديو شير اكتر مع ناس اكتر، فبنبقى يعني نكون عيلة أكتر. بس أنا عارفة إن أنتوا كأهل عارفة إن نصيحتكم لينا بتكون ناتجة عن كامل الحب وكامل الخوف علينا من المجتمع ومن الحاجات اللي أنتوا بتشوفوها بتحصل. لو أنت أب مثلا فأنت خايف على بنتك من التطورات اللي بتحصل في المجتمع ومن الأخبار اللي إحنا بنقعد نسمع عنها، وبرضو كذلك بتعملوا مع الولاد، برضو بتحافظوا على ولادكم بشكل ما، فدي اصلا فطرتكم. انا واثقه من حاجه زي دي، واثقه ان كل اللي انتوا بتعملوه ده هو حفاظ علينا وحب فينا مش اكتر، يعني حب الحاجات انتوا شايفينها ان هي اصح، فانتوا علشان كده بتقرروا لنا القرارات دي. ولكن عايز اقول لكم ان بجد الحياه بتتطور جدا، وان تفكير ابنكم ساعات ممكن يكون صح. انا عارفه ان انتوا بيبقى عندكم وجهات نظر وبرضه ممكن تكون هي صح، وهو ده اللي هنناقشه في فيديو اصلا النهارده. لكن عايزه اقول لكم ان القوقعه دي كويسه وان هي ناتجه عن حب، ولكن الحياه بتتطور وابنكم بيبقى عنده شغف لحاجات معينه وانتم ما بتبقوش عارفين ان قدراته، يعني الدكتور كويس والمصور كويس، بس الاثنين كل واحد عنده قدرات لحاجه معينه ان هو يعملها بس. فهو ده اللي هنناقشه في الفيديو بتاع النهارده. فانا مش جايه ضد الاب وانت كمان او الام، يعني الاهل، وانت كمان كابن لازم تفهم ان اهلك هي دي فطرتهم اللي اتخلقوا بيها، زي مثلا فطره انجذاب الولد للبنت او انجذاب البنت للولد، هي هيها تمام. بس يعني انتوا فاهميني، في حاجات ربنا خلقها فطره فينا، زي ان الام بتكون حنينه اكتر من الاب مثلا، والاب بيكون لان هو اللي هيكون رب البيت لازم يتعامل مع المجتمع بشكل افضل. ف دي حاجات ربنا خلقها في فطرتنا، فهما فطرتهم ان هما يحافظوا علينا، فطرتهم ان هما يشوفوا ايه الانسب لينا من وجهة نظرهم، بس في نفس الوقت ما ينفعش يفرضوا ده علينا. انا عارفة وانا من اكتر الناس اللي بتقعد تقول لكم لازم تعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها، لازم تعملوا الحاجات اللي انتوا شايفينها مناسبة ليكم، ولازم كل فترة تقعدوا تسألوا نفسكم هل انا فعلا في الحاجة اللي انا بحبها من جوايا فعلا، علشان ما نضيعش سنين حياتنا في حاجات احنا مش بنحبها ونضطر نرجع خطوات لورا كتيره جدا. فاحنا لازم نسال نفسنا كل فتره هل انا فعلا في الحاجه اللي انا بحبها وشغفي فيها ومطلع عليها اكتر، حتى لو الحاجه دي كانت بعيده عن التعليم تماما. فانا من اكتر الناس اللي بتقول لكم كده، فانا مش ضدكم ولا ضد الاهل، لان انا متفهمه الحاجتين. وعلشان كده زي ما قلت لكم احنا عاملين الفيديو ده عشان نقرب وجهات النظر. تعالوا بقى نتكلم عن النصيحه من الجهتين، من ناحيه الاباء ومن ناحيه الابناء. هنتكلم عليها من الناحيتين واحاول اوصل فكر الابناء للاباء شويه ان شاء الله. يعني انا عارفه زي ما قلت ان انتوا كاباء عايزين لنا والله الخير، وان كل ده نابع من حبا لينا وان هو خوف علينا برضو.
لكن صدقوني ساعات انتوا بتختاروا لنا اختيارات غلط غير مناسبه لشخصيتنا، وهنتكلم على الموضوع ده امتى ممكن تكون اختيارات غلط وامتى ممكن اختيارات صح. ولكن هدي لك مثال بسيط، انت ممكن تختار مثلا لابنك ان هو يدخل كليه هندسه مثلا، يعني اللي هو عايز كمبيوتر ساينس، وانت خلاص مصمم ان كليه هندسه دي افضل، فانت اخترت له ان هو يدخل هندسه، فعاش 5 سنين في هندسه وبعد كده اشتغل مهندس عشان يرضيك. ترضى انت بقى ان ابنك يكون تعيس طول حياته لان هو بيشتغل وبيدرس حاجه مش حلوه؟ ده اذا ما فشلش اصلا في دراسته لكليه هندسه، واذا ما فشلش في شغله لكليه هندسه لان هو مش حابب الموضوع ده، الموضوع ده غير مناسب لقدراته اصلا، فهو بس عامل الموضوع ده ارضاء ليك. فانت كده حكمت على ابنك بالتعيس، ابنك عمره ما يعني ما هيسامحك طول حياته علشان اختياراتك ليه اللي كانت غير مناسبه لقدراته او غير يعني غير مناسبه لشغفه والحاجات اللي هو بيحبها. فصدقني انت كده بتحكم على ابنك بالتعيسه، انت كأب مسؤول بس عن النصيحه والارشاد. طالما انت ربيت حد ناضج ومسؤول كفايه ان هو ياخد قرار كويس، عشان كده بنقول التربيه لازم تكون من الصغر عشان لما يكبر الابن يعرف ياخد قرارات يكون مسؤول عنها. على الاقل يا سيدي لو غلط في اختياره الكمبيوتر ساينس، ده مجرد مثال مثلا عن هندسه مثلا، فهو هيتحمل نتيجه الغلط ده لان هو جاي من مصدره منه نفسه. وبرده احنا يعني كأبناء ساعات اختياراتنا بتكون بجد صح لان احنا فاهمين نفسنا، عارفين انا بحب ايه ومش بحب ايه. مش شرط المجتمع يكون بحب نفس المسار اللي انا عايزه امشيه عشان يبقى هو النجاح، النجاح المهم ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها عشان الدنيا تكون قصيره جدا. فانا شايفه ان النصيحه بتاعت الاباء بتيجي عن حاجتين، حاجه منهم مش شرط تكون صح، زي مثلا الخبره السابقه ليهم، بناء مثلا ان هم شافوا ان المهندس احسن من بتاع حاسبات في المستوى الاجتماعي زمان، او مثلا ان هو شاف ان الدكتور بيتعمل له حساب جدا، او المعيد بتاع الجامعه بيبقى ليه مستوى اجتماعي كبير جدا، او بقى نتيجه عن خبرات سابقه هو شافها في حياته السابقه. واحب اقول لهم ان الحياه فعلا بتتطور جدا، فمش معنى خبراتكم السابقه دي ان هي تكون صح. ما دلوقتي الحياه اتطورت، دلوقتي بقى في حاجات تكنولوجيا اكتر، دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا، مش شرط بس التكنولوجيا، ده مجرد مثال يعني. اما بقى ممكن يكون ناتج عن شخصيه ابنهم معاهم، وده ساعتها بنيجي على الابن ونقول له انت اللي غلطان انك عملت الشخصيه دي. انت لو موصل لهم كابن ان انت غير ناضج وغير مسؤول لقرارات، او يعني شخصيه غير مسؤوله بتاخد قرارات غلط، او مثلا عايز تدخل كليه تجاره مش عشان انت مثلا هتعمل حاجات انت بتحبها او مثلا بتحب المحاسبه، لا انت عايز تدخل كليه تجاره مثلا، طبعا مع كامل احترامي لكليه التجاره دي كلها مجرد امثله، عشان تريح دماغك من المذاكره خالص، ساعتها يبقى هم فعلا اختياراتهم ليك صح. فانت لازم كابن تفهمهم ان انت هنقول يعني الخطوات في الاخر، ولكن لازم تعمل ليك شخصيه ناضجه فعلا. هم لو شايفينك ناضج وشايفينك مسؤول هياخدوا بقراراتك، هياخدوا برايك اصلا، فده برضو غلط من الابن. وانا شايفه ان انت لو ناضج ومسؤول وذكي وعايز فعلا تمشي مع التطورات بتاعه المجتمع بقى وبقيت حد ذكي وكده، يعني ما تروح تقنعهم، ما تحاول تتصرف معاهم، مش دول اهلك اللي انت عايش معاهم سنين كتير جدا، ازاي حتى الان مش عارف تفهم دماغهم او مش عارف المداخل اللي انت تدخل لهم منها علشان تقدر تقنعهم بارائك؟ انت لا يعني انت عارفين الناس اللي بيقعدوا يقولوا اصل انا اهلي مش هيوافقوا، اصل انا اهلي مش عارفه ايه، طبعا طالما هي حاجه حلال يعني، نفس الناس بالظبط اللي بيقعدوا يقولوا انا ما عنديش وقت اعمل كذا، انا ما يعني ما عنديش اي حاجه، اصل الظروف. شايفه ان اللي عايز حاجه فعلا من جواه بيقدر ان هو بيعملها ايا كانت ايه الظروف، وبيحاول مره واثنين وثلاثه. فانت كابن ما تيأسي ابدا. وبرضه هقول لكم على الخطوات، استنوا بس يعني استنوا واتشنج كده، وان شاء الله علشان برضه نقرب وجهات النظر اكتر هحكي لكم على موقفين شخصيين ليا حصلوا معايا ومع اهلي، وهحكي لكم برضه وجهه نظري كانت عامله ازاي ووجهه نظرهم كانت عامله ازاي. اول حاجه، وانا صغيره كنت تقريبا في اولى اعدادي او حاجه زي كده، كنت مصممه ان انا اروح النادي، وبابا مصمم ان انا ما اروحش النادي الا في وجود ماما او بابا معايا، ما اروحش لوحدي كده مع صحابي. فانا كنت في اولى اعدادي، فانتوا عارفين بقى اللي هو الطفل اللي شابط في حاجه قوي، فانا كنت مصممه ان انا اروح النادي لوحدي، يعني هروح النادي لوحدي خلاص، انا كبيره، انا في اولى اعدادي. ولكن قراري ده كان غلط، هو انا كنت متضايقه ساعتها قوي وحاسه ان هما مش واثقين فيا، ولكن بابا جه قال لي ده بس علشان الوسط اللي حواليكي ما ياثرش فيكي. وانا بحب اشكر بابا دلوقتي واقول له ان فعلا قراره ده كان صح، ولولا ان بابا فرض عليا ان انا ما اروحش النادي لوحدي، وان الناس الوحشين يعني مش الناس الوحشين، النادي طبعا حاجه كويسه عادي، لكن انا كنيهال كنت هتاثر بالوسط اللي حواليا، وانا كنيهال لولا ان بابا خد شويه قرارات وانا صغيره بجد ما كنتش هبقى نيهال اللي قدامكم دلوقتي، ولا كنت هبقى عندي نفس الافكار اللي انا فيها دلوقتي. فشكرا طبعا لبابا، وانا سمعت كلامه، وساعتها كنت صغيره اصلا، ففكري ساعتها كان غلط وكان فكر حد غير ناضج تماما عكس دلوقتي يعني الحمد لله. المهم بعدها لما كبرت قررت ان انا عايزه اصور فيديوز على اليوتيوب واطلع على التشانل
وبحس ان انا عندي قدرات ان انا اعمل حاجه زي دي، ومش كل الناس عندها قدرات زي دي، وعايزه فعلا ان انا اسيب بصمه، وعايزه فعلا ان انا اعمل حاجه، وشايفه ان دي حاجه مميزه بالنسبه لي جدا وانا بحبها. فرحت عرضت على اهلي، واهلي ما كانوش يعني استحاله 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 كانوا اهلي يوافقوا على موضوع زي اليوتيوب، ولكن علشان انا عملت شويه الستبس اللي جايين دول، اهلي الحمد لله وافقوا على اليوتيوب. وطالما هي مش حاجه حرام ولا حاجه عيب، وانا بعمل كونتنت محترم وكويس وعلمي، فليه اهلي ما يوافقوش على حاجه زي دي؟ هما بس انا كنت فاهمه ان بابا ساعتها كان خايف عليا من الحاجات اللي هو بيشوفها، وكان عنده حب الخوف بتاع الاهل زي ما احنا قلنا في الاول، هي دي فطرتهم، فكان خايف عليا. علشان كده بقى انا حاولت اوصل وجهه نظري لبابا، وهي دي الطرق اللي انا هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله. اول ستيب عملتها، معرفش ليه رفعت ايدي الاثنين، المهم يعني لو بابا بيتفرج على الفيديو ده، فيا بابا يا ريت تقفل الفيديو على كده، عشان انت كده يعني هتكشف خطتي، وبعد كده مش هعرف اقنعكم باي حاجه، فلو سمحتوا يا جماعه اقفلوا الفيديو، انا بضحي مستقبلي مع عائلتي. المهم اول حاجه عملتها هي استغلال السوشيال ميديا فاني اثر عليهم اكتر، زي مثلا يعني انا كنت عامله فيديو قبل كده عن تاثير السوشيال ميديا على حياتنا، ان الحاجات بقت عادي، يعني مثلا صحوبيه بين الولد والبنت هي حاجه حرام، وكانت بالنسبه لبنات كتير جدا حاجه غلط وما تنفعش، ولكن بسبب السوشيال ميديا بقت حاجه عادي، لما بقينا نشوف ان كل البنات عندها صحاب مثلا، يعني ده مجرد مثال عادي جدا، بقينا نحس ان الموضوع ده عادي، يعني الحاجات بقت تتحول بالنسبه لنا بسبب السوشيال ميديا لمرحله العادي، الحاجات اللي ما كانتش في مبادئنا بقت تتحول لمرحله العادي. فده بالظبط اللي انا لعبت عليه، هي فكره السوشيال ميديا، بدات اوري لهم ان في ناس بتعمل كونتنت احنا بنحبهم اهو بالسوشيال ميديا، فبقى الموضوع اتحول من ان ما ينفعش بنت تظهر على السوشيال ميديا ليه ينفع بنت تظهر للسوشيال ميديا وده عادي. وفي نفس الوقت اصلا انا بقنعهم بحاجه يعني ترضي، يعني انا هعمل كونتنت علمي، انا مش هطلع مثلا اضحك الناس، مش يعني هو ماشي في كونتنت بيضحك الناس كويس، قصدي مش هطلع اعمل حاجه عيب او تغضب ربنا، انا بطلع ادي الناس وجهات نظر ونصايح، فمش شايفه ان هي حاجه يعني غلط مثلا ان انا اعملها، فما دام هي حاجه اوكي فما تيجوا ننصحهم عادي، او تيجي نوري لهم وجهه نظرنا. ف اول نقطه اختصارا للوقت بدات العب على السوشيال ميديا. تاني نقطه بقى هي استغلال الفرص، اني ما ينفعش اكلم بابا في وقت هو متضايق او متعصب فيه، لازم اصلا اوري له السوشيال ميديا دي في وقت هو رايق فيه، اوري له الحاجات دي في وقت هو بيفكر او بنتناقش سوا فيه. وبرضه ده هيودينا لتالت نقطه، هي انك لازم تخلق اصلا لغه حوار بينك وبين اهلك، ما ينفعش ان انت يبقى انت حياتك لوحدك وما بتخلقش اي لغه حوار بينك وبين اهلك، لان ده اصلا هيخليكم ما تتناقشوش في حاجات كتير جدا، ساعات احنا فعلا بنكون عايزين رايهم في حاجات وما بنعرفش نعمل ده علشان ما فيش لغه حوار بيننا وبين اهلنا. فانتوا كاهل حاولوا تخلقوا لغه حوار بينكم وبين ابنائكم، برضو انتوا كابناء اعملوا نفس الحوار ده. طبعا نقطه بقى هي اللعب على مشاعر الحب والخوف، اهلك كده كده بيحبوك، امال هم ربوك وكبروك وخلوك كما انت عليه الان، ده ازاي في ناس مش بتحب ناس هيعملوا لهم كل ده؟ اكيد لا، هما كده كده بيحبوك وكده كده بيخافوا عليك، بس هما ساعات الخوف ده بيتحول لحاجات وحشه زي ما احنا قلنا في الاول. فاحنا بقى هنستغل النقطتين دول في ان احنا نقنعهم بارائنا. مشاعر الحب، انا هبتدي ان انا اوري لهم ان انا ما عملتش الحاجه دي، انا حاسه اني هضيع من عليا فرص كتير، انا حاسه ان انا مثلا تعيط لهم، تعمل لهم اي حاجه، تشوفي ازاي ممكن اهلك تستغلي نقط الحب، او امتى بيحبوكي قوي، او امتى ممكن ينفذوا لك الطلب ده، مش انا اللي هقول لك. زي ما انا قلت هنبدا نلعب على حته الحب دي، ان احنا نوري لهم ان احنا هنضيع من علينا فرص، وان احنا هنكون افضل لو وصلنا لمرحله زي دي، وان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الحاجه دي، لان دي الحاجه اللي احنا بنحبها فعلا، ما تضيعهاش من علينا. وهنبتدي برضه نستغل مشاعر الخوف ان احنا نطمئنهم، نوري لهم ان في بنات فعلا بتعمل اهو كونتنت مثلا انا يعني، او مثلا لو انت عايز تدخل كمبيوتر ساينس واهلك فرضين عليك ان انت تدخل هندسه، نوري لهم ان في مثلا، توري لهم الشانل بتاعتي ان كليه حاسبات ومعلومات كليه كويسه، وان في ناس فعلا ليها مستقبل كويس، وان في ناس بتاخد فلوس كويسه برضه منها، فتبدا توري لهم كل ده وتطمئنهم، توصلهم لمرحله الاطمئنان، لان هما وصلوا، لو وصلوا للمرحله دي يبقى احنا كده حلينا المعضله، هما بس خايفين عليك، فانت لو وصلتهم لمرحله الاطمئنان كده الموضوع هيكون اتحل اصلا. هي دي الـ يعني الشعورين اللي احنا هنلعب عليهم، واحنا بنلعب على الحتتين دول ما ينفعش توصل لباباك لمرحله انه لا، يعني ما ينفعش تروح تاخد راي باباك كده على طول دايركت، بابا اعمل ده ولا ما اعملوش، لو قال لك لا فكده كده باباك مش هيرجع في رايه، يعني معظم ابائنا كده، فانت كده بتحكم على نفسك انك خلاص مش هينفع تعمل الحاجه دي. طول ما احنا بنعمل الحاجه دي ما بنوصلهمش لمرحله ان هم ممكن يقولوا لنا لا، لان علشان ما يرجعوش في قرارهم، فاحنا بس بنتناقش معاهم،
وحاول تقول لهم ان يعني وانت بتقترح عليهم بقى في المحاوله الاخيره، حاول تفهمهم ان انت جاي تاخد رايهم، وان انت فعلا شايفين يا جماعه الموضوع ده هيكون مفيد ليا ولا شايفينه وحش، زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنخلق لغه نقاش. فانت عايز تفهمهم ان انت كده كده طالب رضاهم، انت كده كده مش ابن عاصي، احنا مش من الابناء العاصيين، احنا كده كده عايزين نوصل في الاخر لحل نتفاهم فيه مع ابائنا، لان دي في الاخر علاقه حب بيننا وبينهم، مش علاقه عداوه. عمر ما علاقه الابن والاب او علاقتنا ببعض عمرها ما هينفع تكون عداوه. فانا مش مع العصيان بتاع الوالدين، لكني مع التفاهم والحوار بيننا وبين كل الناس، هو ده اللي انا معاه. فانا شايفه ان انت تتحاور معاهم، تحاول تفهمهم ان انت هتكون راضي في الاخر بالقرار ده، وتحاول تفهمهم ان انت رايح تاخد رايهم في مستقبلك، مش رايح اللي هو يعني يا جماعه هنا ينفع اعمل ده، لا روح قول لهم مثلا انا عايز اعمل الموضوع ده، ايه رايكم؟ ايه رايك يا بابا في ان انا اعمل حاجه زي دي؟ شايفه حاجه مفيده ليا وهتفيدني ولا شايفه حاجه ضرر؟ هو ده الموضوع اللي هيخلق يعني تحول تفكيره بس من الموضوع ده. وزي ما قلنا لازم تحول باباك برضو لمرحله الاطمئنان، ان هو يطمن عليك، لان حب الاب خوف. وفي الاخر زي ما اتفقنا ان انت لازم النصيحه بقى اللي هي ناتجه عن تفكيرهم عنك واستيعابهم عن قدراتك، انت لازم تحول التفكير ده، لازم تفهمهم ان انا لا 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 انا شخص ناضج، انا شخص مسؤول، انا شخص كويس يعرف ياخد قرارات كويسه، وقراري ده اكون مسؤول عنه وناضج كفايه وانا باخده. فلازم تحاول برضو تغير مضيق اللي انت حاطه معاهم. وبس كده، هو ده كان الفيديو، وهي دي الخطوات اللي انا بستعملها، ويا رب نكون كده وصلنا الاراء لبعضها اكتر. وبس يا رب ان شاء الله يكون فيديو مفيد. ما تنسوش ان انا بحط لينك الانستجرام عندي في الديسكريبشن، وان شاء الله تكون فيديوهاتي لذيذه كده على قلبكم. باي.